ببلوك نوت اليوم نستضيف نسيب نعيمي، منتج منفذ بشركه رمانه ومدير الحملات الاجتماعيه. والحمله الاجتماعيه رح نحكي عنها اليوم هي حمله ملون، حمله كثير حلوه، كثير غنيه وكثير كرييتيف، فيها كثير من الافكار الحلوه بالتعاون مع الاي يو بي ام سي والاي يو بي ويلنس بروجرام. اهلا وسهلا فيك. اهلين اهلا فيك. افكار كثير حلوه بملون رح نخبر المشاهدين عنها، بس بالاول شيء الحمله يعني هدفها الاساسي شو؟ الحملة الهدف الأساسي إنه بدنا نحن نشجع أولادنا إنه يعيشوا حياة صحية، لأنه بهالفترة هيدي الإيرا الجديدة هيدي اللي نحن فايتين فيها، ملون عم بتجرب تقول للعالم إنه بحياتكم اللي كلها ستريس، بحياتكم يلي ما بقى فيها وقت واللي فيها الريسورسز المادية والاجتماعية صارت كتير ضيقة، والعالم عايشة ركض 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 بوقت اللي كله رمادي حوالينا مش ملون. بدنا نجرب نقول لهم انه نحن فيكم ترجعوا تعيشوا، تخلوا اولادكم يعيشوا حياه صحيه بدون ما تكبروها كثير براسكم انه الامور ما معنا مصاري، لا بنحطهم بالبيت بيحضروا تي في، ما عندنا وقت بنجيب لهم جانك فود بس لانه شيء كثير سريع. بقى من خلال الاكتيفيتيز اللي عم نعملها نحن بخلال هذا الشهر عم نجرب نوصل للمجتمع يلي هو تشانل تيوصل للاولاد، انه من خلال اكتيفيتيز معينه فيها نعملها ومن خلال الموجودين الغذاء الصحي السليم يلي ممكن يكون كمان سريع تيواكب حياتنا، وكمان البيئة الكويسة نقدر نخلي لنا يعيشوا حياة صحية. وفي الشيء الثاني اللي عم نخاطب فيه الأولاد اللي عنا تو شوز، واحد بجيبهم من ألمانيا اسمه ليتل ريد رولينج بول إيفا كوفمان، وفي شو عاملينه بلبنان خصيصا لهالبرنامج اللي عم نجول فيه على المدارس والمؤسسات الاجتماعية. هودي شوز ارتستيك وكلتشرال كثير، وفي ذات الوقت مفوتين فيهم مساجات يلي تقدر يلي بتشجع الاولاد، لانه هن الاولاد اكثر شيء في ليتل ريد رولينج بول مثلا دمى، واكثر شيء الاولاد بيتاثروا بالدمى. جنينه فلاور لسابين شقير مثلا هي بتعتمد فيه المايم والسيركس والهولا هوب، بقى مفوتين فيهم مساجات بنشجع فيهم الاولاد انه يعيشوا حياه صحيه او نزرع فيهم الغريزه طيطلبوا. الشوز رح تبرموا فيهم على المدارس، رح تروحوا يعني لعند الشباب والصبايا. نعم. بس غير اكتيفيتيز نحن بنروح لعندكم. ايه طبعا خبرنا طبعاً. عنهم هلا اللي باقي. هلا صار في قصص كثير لذيذه قبل، مثلا عملنا بيكنيك داخلي، اجوا العالم لعبناهم الالعاب القديمه. نحن عم نجرب نشجع الحركه انه اليوم اذا ما معنا مصاري نحطهم بمنتجعات معينه او باكتيفيتيز معينه، فينا نحن نجمع حالنا كمجتمع وناخذهم نلعبوا الالعاب القديمه اللي كنا نلعبها نحن من زمان، مثل الغميضه، اللقيطه، سبح جاره، الهولا هوب، شد الحبال، هالقصص من هالنوع. الاشياء اللي بتخليك تكون عم تبتسم مش مركز وعملنا كثير قصص لذيذه، مثل عملنا ورك شوب، اجوا العالم صاروا يسالوا اسئله لدكاتره بالاي بي ام سي عن من ناحيه النيوتريشن وسايكولوجي اند سو اون وفاميلي دكتورز. بس هلا اللي بقيوا انا بحب احكي عن شيء كثير مهم عم بيصير اليوم، صار امبارح واليوم، اللي هو مؤتمر صحي عم بيصير بالاي بي ام سي كمان مع ويلنس بروجرام بالعليان بزنس سكول. هيدا مؤتمر فيه كل الدكاتره، الفاميلي نيوتريشنست، سايكولوجيست، لايف كوتشز، يلي كل دكتور بيحكي عن لمده 10 ل 15 دقيقه، بعدين نفتح كيو اند اي للعالم انها تسال الاسئله اللي بدها اياها. وفي كذا ايفنت تانيين عم بيصيروا هلا باقيين، يعني مثلا في عندنا ورك شوب كثير لذيذ عم بيصير بديسمبر 21 ديسمبر بالام ان سي كلينكس، وهيدا الورك شوب رايتنج ورك شوب، بيكتبوا رسائل الاولاد لسانتا كلوز عم ينصحوه هو كيف يخسر وزن؟ ينزل كرشه يخسر وزنه. ما بيعود حلو خليه. نحن بدنا هن طالما عم بيكتبوا له لقلو بساعتها هن بيعيشوا حياه صحيه بهالوقت. في عنا هايك عم نعملها مع ادفنتشرز ان لبنان، هيدا نهار الاحد اللي عم نعمل هايك على منطقه الشوان كثير لذيذه. وبالنهايه عنا نزهه جلوب ماد الصحيه اللي هي نزهه عم نعملها نحن من عين المريسه امتدادا باتجاه رمله البيضة. بقى نحن اتس موفمنت تو كرييت موفمنت، يعني حركه لنشجع الحركه. بقى بهيدا لان نحن عندنا دعم من جلوب ميد لبنان، بقى هيدي حبوا انه هن يكون في عندنا نوع مثل مظاهرات سياسيه، نحن بقى نعمل مظاهرات للصحه. بقى بمختصر المفيد عملنا نحن بهيدا الشهر كثير اكتيفيتيز من هالنوع يلي من خلاله وكمان مجانيه لكل الببليك هيدي الاكتيفيتيز كلها. إذا بيفوتوا على فيسبوك عنا facebook.com/wmlawan WMLAWAN بيشوفوا الأورير كله تبع هيدا الشهر اللي بقي منه واللي عملوا تياخدوا فكرة عن شو عملنا.
وبيقدروا يشاركوا فيهم بطريقه مجانيه. في قصص مثل تمشي فيها شيء رمزي بس للكوست تبع الانشورنس والترانسبورتيشن، بس بالنهايه كله مفتوح للمجتمع. مين عم يتجاوب معكم؟ يعني المدارس تجاوبت معكم بالنسبه للشوز مثلا؟ في كتير مدارس جاوبت معنا، مشان هيك عنا عروض كويسة بهالشهر بالمدارس، وفي كتير مدارس ما جاوبت كتير. يمكن بعدهم ما أنهم معودين على هالقصص هيدي، يمكن بدهم وقت يصير في عندهم ثقة، لأن احنا عنا مشكلة الثقة صارت كتير مشكلة عنا بهيدا البلد. بس في كتير منهم كتير جاوبوا، وجاوبوا بشكل كتير لذيذ، يعني مش بس أنه نحنا رحنا عملنا عندهم عروض بالمدرسة، إنما كمان مثلاً في عنا مقاصد أبو بكر الصديق اللي بعتولنا كل ولادنا أنت نوزع تفاح نحن على طرقات بيروت. عنا كان بأول بخمس الشهر عم نوزع تفاح على طرقات بيروت، وعنا هلأ ب 18 الشهر كمان عنا حملة تانية. ليه توزيع التفاح؟ توزيع التفاح أنا أبل أداي كيفس دكتور أوي أولاً، بعدين تفاح لبنيز أبل أداي لبنيز أبل إكزاكتلي، خاصة أنه إحنا عندنا كتير تفاح يمكن ما عم بيروح على السوق ما في تصريف مزبوط. وشغلة تانية أنه سناكس نحن عادة معودين نعطيهم شوكولا نعطيهم قصص تانية اللي منا بالضرورة تكون عاطلة، بس بالنهاية كمان بدنا نجرب نرغبهم بالاكل الصحي مثل الفواكه مثل الخضره وما الى هنالك. اكثر من هيك الاولاد يعني هالاشياء بالنسبه لهم موضه، صح؟ يعني اذا الكل عم ياخذ تفاحه الكل بياخذ تفاحه، واذا مش الكل عم ياخذ تفاحه وما فيك تجبر ولد ياخذ تفاحه حتى لو كان بياكل تفاح وبيهتم بصحته. بس توطيب البروسيس بيطلب. عملنا وركشوب كثير لذيذ كمان من يومين ورح يعاد ب 19 الشهر، هيدا الوركشوب كوكينج وركشوب مع فراس يطبخ. هيدا وركشوب بفوتوا الاهل والاولاد مع بعضهم، بينفصلوا الاهل والولاد، الاهل بيقعدوا مع النيوتريشنز بياخذوا تيبس لحياتهم اليوميه السريعه، الولاد بيشتغلوا على علاقتهم مع 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 مع, مع الاكل مع الفروتس والفيجيتابلز وكل هالقصص هاي، وبعدين بيجتمعوا مع بعضهم الاهل والولاد وبيطبخوا سوا. بقى كان كتير لذيذ، ما بعرف يمكن مرق صور من شوي، كان كتير لذيذ هالوركشوب وكتير فعال، لانه الولاد صاروا عم بيعملوا سلطه، عم بيعملوا ساندوتشز يلي كتير صحيه، عم بيعملوا هلا عم نشوف شيء من اكزاكتلي هيدا منه، عم بيعملوا ديزرت اللي كثير صحي، كثير كان لذيذ هذا الوركشوب رح ينعاد كمان ب 19 وين صار هيدا الوركشوب؟ هيدا الوركشوب صار بالاي يو بي ورح يرجع ينعاد بالاي يو بي بالويست هول. اذا بدكم لكم مضبوط ب 19 الشهر وين رح يكون؟ بالاي يو بي ويست هول الساعه 5 بعد الظهر، 5 ونص بعد الظهر. والدعوة عامة ولا لازم قبل على القليل يكون في حجز لل يعني ايفنت من هالنوع؟ هي طبعا دعوة عامة، ونحن حاطين تحت كل، اذا بفوتوا على الفيسبوك تبعنا بيطلعوا على كل البرامج الموجودة عندنا، تحت كل واحد من البرامج مكتوب الوقت، وفي ريجستريشن ايميل. احسن يعملوا ريجستريشن ايميل لانه يمكن نحن بنحمل عدد معين من العالم، اذا كان زيته ما يجي وبعدين يرجع ويكون زعلان. بيعمل ريجستريشن، نحن عم نوصل لليميت تبعنا بنبعث لهم مسج بنقول لهم سوري وصلنا لليميت. بقى احسن بهالطريقه، بس هي اكيد مفتوحه لكل العالم، بس ما يكونوا زعلانين يكون ما في محل لهم، احسن انه طيب رومانا عم بتصور عم تعمل ميكينج اوف وتشوف الكواليس؟ عم نصور نحن هلا في كثير اكتيفيتيز، رومانا مشغوله ببروجرامات ثانيه لتلفزيونات ثانيه، بس بالنهايه طبعا عم نصور كل شيء وعم نحطه كله على فيسبوك، وعم نجي مثل الناس للناس مثلكم يلي عم بيدعمونا من كل النواحي تنقدر تو سبريد ذا وورد يعني لكل هالمجتمع اللبناني. وهيدي الحمله رح تكرر، يعني هي بتخلص ب 23 ديسمبر الاكتيفيتيز تبعها، بس الشوز رح يمتدوا بجانيوري ورح ترجع تكرر باكتيفيتيز جديده بشهر 5 بمارش مبدئيا على الربيع بين مارش وابريل، يعني من نص مارش لنص ابريل بمشاريع جديده، وكثير عم بيجينا انترست من كثير اسوسيشنز حابين يساعدونا ويدعمونا بهيدا. ليه هالقد موتيفيتد على هالموضوع بالتحديد؟ الشباب والصبايا الصغار يعني هيني توصل لهم اذا عرفت كيف توصل لهم، صح؟ ولكن الكبار بتصور اصعب شوي، صح؟ انا موتيفيتد شخصيا، انا كنت اوبيس، انا كنت 173 كيلو يعني كنت كثير كبير، وعندي ابني ندي عمره 7 سنين كان ضعيف مثل ما انا كنت ضعيف لما كنت صغير. والهوس اجى اساسا لما انا عملت اللايف تشينج تبعي، الهوس اجى انه انا كيف بدي اخلي ابني ما يوصل للمرحله اللي انا وصلت لها. بقى هون اجت الفكره، وانا بدي اعمل، انا كثير باشنت على كل الحملات الاجتماعيه، نحن سوشيال انتربرينورز برومانا، يعني نحن جماعه بنحب، ما عندنا مشكله انه نعمل مشاريع نطلع فيها مصاري، بس بذات الوقت لازم نفعل دور ايجابي بالمجتمع. وبعتقد هيدي الشغله المصداقيه تبعنا من هالناحيه، ليتل درولينج بول على فكره ايفا كوفمان الشو اللي جايبينه من المانيا. الناس بعتقد لما بتشوف شغله جينيوين وتشوف ناس باشنت على الموضوع بتتجاوب بطريقه كثير لذيذه.
في ناس يمكن تعودوا انه بنحب نعمل قصص يمكن للمظاهر معينه، او في ناس بتفوت بالباشن بالمشروع بتكون كتير صريحه انه احنا عم نعمل مشاريع للمنفعه الماديه او اذا بدك الايمج تبعنا، بس بذات الوقت اهم شيء انه احنا عم نجرب نعملها لمنفعه خاصه بالمجتمع، وبعتقد الفايبز عم يوصلوا لهالناس بهالطريقه هاي، مش هيك؟ اخذين المسؤوليه الاجتماعيه للاخر. ايه طبعا للآخر. طبعا، وفي كتير حملات اجتماعيه رح تصير بالمستقبل معنا، بس نحن مركزين هلا على هاي لانه الصحه تبع اولادنا عم كثير عم يصير في تزايد بلبنان وبالعالم العربي خاصه بالسكري والدايبيتيز. يعني نحن عم نجرب بهالحمله نحكي عن كيف بدنا نخلي اولادنا يعيشوا حياه صحيه، بس بذات الوقت ناروينج داون لانه كيف بدهم يخلصوا من السكري والدايبيتيز اذا عندهم اياها ببيوتهم، وبذات الوقت كيف بدهم يتعايشوا معها اذا موجوده، وكيف بدهم تو افويد ات ما يوصلوا لهالمرحله ان كيس. بعد المواضيع كثيره ناطرتكم وحملات كثير ناطرتكم. اهلا وسهلا فيك. نرجع بنذكر انه على الفيسبوك .com /W ملون W ملون، ايوه بنقدر نتابع كل نشاطاتكم ومواعيدكم. اهلا وسهلا فيك نسيب.